سلطت وكالة بلومبرج في تقرير نشرته مؤخرا الضوء على تمدد نفوذ الصين في أوروبا، والدول الأوروبية بدأت تشعر بالخوف من سيطرة الصين على مفاصل الاقتصاد الأوروبي. وذكر التقرير عن حجم الاستثمارات اللي ضختها الصين في أوروبا خلال 10 سنين اللي فاتوا إن الشركات الصينية كانت بتشتري أي شيء بيشكل اهتمام ليها، مستخدمة موارد مالية ضخمة ومستفيدة من الدعم الحكومي. وذكرت بلومبرج إن الاستثمارات الصينية في الدول الأوروبية بلغت خلال 10 أعوام الماضية نحو 318 مليار دولار، وعند المقارنة بحجم الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها بنجدها أقل بنسبة 45%. أهلا بيكم في حلقة جديدة اللي هنتكلم فيها النهاردة عن محاولات الصين للسيطرة على الاقتصاد الأوروبي من خلال صفقات الاستحواذ. بس خليني أفكرك بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلك الحلقات لحظة نشرها. ولسه بنستعرض تقرير بلومبرج اللي حلل 679 صفقة محتملة أو قيد التنفيذ أبرمت في 30 دولة أوروبية من سنة 2008، وإن الشركات الصينية المدعومة من الدولة أو الخاصة شاركت بصفقات لا تقل عن 255 مليار دولار، استحوذة بذلك على 360 شركة في مختلف المجالات، ابتداء من الشركة الإيطالية لتصنيع الإطارات بريلي وصولا إلى شركة أيرلندية لتأجير الطائرات. والأرقام دي بتعكس طموحات الصين في السيطرة على أبرز الأسواق في العالم، ما أثار قلق القادة الأوروبيين بما فيهم المستشارة أنجلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي نادوا بمزيد من الحذر واليقظة. وتصدرت المملكة المتحدة بحسب بلومبرج قائمة الدول الأوروبية من حيث عدد الصفقات الموقعة مع الصين، واللي وصل خلال 10 أعوام الماضية إلى 227 صفقة بقيمة 70 مليار دولار، بتليها في المرتبة الثانية ألمانيا ب225 صفقة بقيمة 20 مليار دولار، وجت فرنسا في المركز الثالث ب89 صفقة بلغت قيمتها 13 مليار دولار، متقدمة عن إيطاليا من حيث عدد الصفقات اللي أبرمت 85 صفقة مع الجانب الصيني بقيمة 31 مليار دولار. والدراسة وصلت إلى أن الشركات الصينية لسه مهتمة بالعديد من الأصول الأوروبية، ولسه في الكثير من الخطط اللي لم يتم الإعلان عنها رسميا، واللي بتشمل بناء مفاعلات نووية في رومانيا وبلغاريا، وشراء محطات لحاويات في كرواتيا، وإنشاء ميناء في السويد، والاستحواذ على شركة سكودا العملاقة لصناعة السيارات. المفاوضات الأوروبية وضعت استراتيجيات لمقاومة عمليات الاستحواذ الصينية اللي بتمولها الدولة، وعملية إعادة توطين صناعة أشباه الموصلات في الوقت اللي بتسعى فيه الولايات المتحدة لإقناع أكبر اقتصادات العالم بتشديد موقفها ضد بكين. وكشفت مفاوضات الاتحاد الأوروبي النقاب عن مقترحات للحد من دعم الدولة الأجنبية الغير العادل والمحتمل للشركات، وإن الاتحاد الأوروبي محتاج لقواعد تدخلية لمنع الشركات الأجنبية اللي بتمولها الدولة زي الصين طبعا من تقويض منافسيها في الاتحاد الأوروبي، وإجراء مراجعات منتظمة لهذا القطاع باستمرار في المجالات الاستراتيجية الرئيسية بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات. وإن أوروبا كانت حتى الآن ساذجة للغاية ومنفتحة للغاية بشأن إسناد صناعة الرقائق لدول زي تايوان والصين وكوريا الجنوبية. اكتبوا لنا رأيكم في الصعود الصين السريع وأثره على العالم، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم. أشوفكم الحلقة الجاية.